طبعا يعني دايما مع الاهلي الحكايه والقصه غير، وانا بشوف الاغنيه وبتفرج عليها زي زيكم يعني مع حضراتكم دلوقتي على الهوا. افتكرت نسر الجزيره، يعني اللي اختار شعار النسر من الاول الاهلي يا جماعه في اعالي السماء، الاهلي دايما مع نجومه ومع اساطيره ومع بطولاته يحلق عاليا. وخليني اقول نقطه او رساله، هي رساله الحقيقه اكتر منها يعني وجهه رساله لعيبه الاهلي، سواء اللي بيلعبوا دلوقتي او اللي هيلعبوا بعد كده اللي جايه. يعني مفيش لاعب كان نجم وكان ليه حضور وكان ليه تأثير وكان صاحب دور مهم جدا في فوز النادي الأهلي بالبطولة السنة دي ما تعرضش لحملات انتقاد شديدة جدا، وصلات التقطيع اللي كانت حاصلة في الاستوديوهات التحليلية أو على منصات السوشيال ميديا، وحدث ولا حرج. يعني الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، محمد هاني، علي معلول، محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، محمد مجدي قفشه، عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج، كل دول في فتره من فترات الموسم تعرضوا لهجوم شديد جدا، وفي اوقات كتيره جدا مع شخصيه وتركيبه وعقليه معينه كان ممكن الهجوم ده او النقد ده يهد ما يقومش تاني. لكن تعال نبص على شخصيه النادي الاهلي وعقليه لعيبه النادي الاهلي وازاي لعيبه النادي الاهلي قدروا يردوا. واللي بيعجبني في الاهلي دايما انه الرد بيكون بالفعل مش بالكلام، الرد دايما بيكون في الملعب. كلهم كانوا نجوم وكلهم كانوا اصحاب ادوار مهمه جدا ومميزه جدا في التتويج عشان الكاس ده يشرفنا في الاستوديو هنا في مدينه الانتاج الاعلامي مع ضيوفنا اللي مشرفينا بلال محسن واحمد مصطفى. مساء الخير، مبروك اللحظه التي انتظرناها كثيرا، اللحظه اللي انتوا كمان بذلتوا فيها مجهود كبير جدا في تحليل كل ماتشات الاهلي، في تقييم منافسيه، في رؤيتكم لماتشات الاهلي الخارجيه واللي على ارضنا هنا. فانتوا كمان بذلتوا مجهود فتستحقوا بالتاكيد كريدت انكم، بس هتدفعوا فلوس برضه عشان تصوروا معانا. اهلا بلال، اهلا احمد، منورين. اهلا طبعا بحضرتك احمد، الله يبارك في حضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. ويمكن انا هاخد من كلامك عن الانتقادات وحجم الضغوطات اللي تعرض ليها النادي الاهلي في مشواره والصعوبات، كم الصعوبات الفنيه والداخل وخارج الملعب، وفي النهايه توجنا ببطوله. يعني من قول الشاعر ايه، وتشاء انت من البشائر قطره ويشاء ربك ان يغيثك بالمطر، وتشاء انت من الاماني نجمه ويشاء ربك ان يناولك القمر. فالقمر حاضر معانا في الاستوديو بعد موسم ومسيره. ما انا قلت لك خلي بالك اتاخر بعيد عن الكاس شويه عشان انت واخد الاضواء منه. لا الحمد لله بطوله غاليه جدا جدا كده، واحده من البطولات اللي هتبقى في الذاكره للابد يعني. صحيح، اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك يا احمد، مبروك طبعا. الله يبارك فيك طبعا، مبروك لنا كلنا، واهلا يعني بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا الفرحه يعني احنا جايين كلنا بنضحك، يعني الفرحه دي لوحدها احنا حاسينها، وطبعا الاجواء والاغنيه الجميله طبعا اللي كان اول ما دخلنا، فكل الاجواء دي بصراحه مخليانا من يوم المكسب واحنا يعني بجد مبسوطين جدا. النادي الاهلي هو سبب اسعاد جماهير مصر كلها، ودايما بيبقى سبب في ان هو يخلي الواحد المزاج بتاعه دايما مبسوط كده وبيعدل المزاج. يوم تاني يوم الماتش على طول في مقدمه الحلقه قلت انه احساس اللحظه اللي بتحس فيها باعلان فوز النادي الاهلي بيبقى فيه احساس غريب جدا ما بتحسوش في اي حاجه ثانيه. يعني هو في فرحه بالتاكيد، وانت بتفرح كتير، بتفرح مع اهلك وناسك واصحابك في مناسبات كتير جدا، لكن في احساس بالادرينالين، في احساس انه جسمك ما اشعر، في احساس مختلف عن اي حاجه ثانيه ما بتحسوش غير مع النادي الاهلي. لا البطوله دي كمان الاحاسيس فيها كانت كتير، يعني من اول دور المجموعات وانت قاب قوسين او ادنى من توديع البطوله بيرجع لك الامل مره ثانيه بايدك وبشغلك وباجتهادك بتفوز وبتتمسك باملك وبحظوظك للحظه الاخيره، ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك وبتصعد. بعد كده سيناريو بقى المباراتي الاياب سيناريو خيالي، انت بتحرز هدفين في القاهره، فرحه عارمه، الاستاد كله، الناس بدات تحتفل مبكرا باللقب وان احنا هنروح هناك المباراه تحصيل حاصل ونحافظ على النتيجه. فبيحرز الوداد هدف قاتل في وقت صعب جدا، بيهمد الناس شويه، بيخلي القلق والخوف يتسرب لدى البعض، فبتروح هناك كمان بيحصل السيناريو الأسوأ ان يتلقى مرماك هدف، ده أسوأ سيناريو. أيوة. هدف مبكر، بتبدا الاحتفالات في مدرجات ملعب محمد الخامس اللي بالمناسبه اتغير اسمه على الجي بي اس لملعب محمد عبد المنعم. بتبدا الاحتفالات وبيبدا لاعبي الوداد في تضييع الوقت، الناس بتبدا تقلق، الكل منتظر يعني هل ها يا رب. فبيحصل
الهدف القاتل والفرحه العارمه والفرحه الكبيره، كان ربنا سبحانه وتعالى عايز يخلينا نفرح فرحه غير. لان انت لو كنت حققت فوز كبير هنا ما كانش ما حدش فينا يمكن بطوله 2021 امام كايزر تشيفز مش هنفتكرها قوي. ليه؟ لان سيناريو اللقاء خدمنا 3-0 وانهينا كل حاجه. انما القاضيه ممكن فاكرينها كلنا مش هننساها، محمد ابو تريكه في الصفاقسي فاكرينه مش هننساه، كذلك هدف محمد عبد المنعم في ملعب وليد وجده. محمد وليد وجده بالظبط 2012 بالظبط. فدايما السيناريوهات الصعبه ده بالعكس على فكره بطوله وليد وجده دي مش واخده حقها، لانه البطوله دي النشاط انا فاكر كان في مصر تقريبا شبه متوقف، فما فيش عندك مسابقات محليه، بتلعب افريقيا في ظروف صعبه جدا على كل المستويات. لو تعالى شوف دكه البدلاء في النادي الاهلي كانت مين ساعتها؟ كان محمد ابو تريكه، محمد بركات، سيد معوض يعني. وعلى فكره بالمناسبه المباراه دي بيصنفها معظم جمهور النادي الاهلي افضل مباراه خارج النادي الاهلي، مباراه الاهلي والترجي في رادس 2012. فسيناريو جميل والفرحه حلوه، ويا رب دايما في افراح وفي انتصارات للنادي الاهلي. طب دي اصعب ولا البطولات اللي احنا اتكلمنا عليها اصعب يا ابو حميد؟ والله يا احمد انا عايز اقول لك على حاجه، يعني دايما في لحظه كده بفتكرها، اي فريق او منافس بيقابل النادي الاهلي في النهائي وبيحتفل ببقى متاكد الاهلي اخذ البطوله. يعني الحوار ده حصل في طبعا مباراه الصفاقس طبعا، والترجي التونسي حصل مع نفس الموقف، والوداد المغربي هنا لما جابوا هدف مع انهم خسرانين، يعني دي كانت حاجه غريبه جدا. انت خسران ومبسوط جدا ان انت جبت هدف النادي الاهلي على ملعبه، فده خلاني شفت الرؤيه وما كانش عندي شك خالص ان النادي الاهلي هيرجع بالكاس. فاعتقد ان كل بطوله ليها رونقها وكل وليها طعم مختلف، يعني مش هقدر اقول ان بطوله طبعا ابو تريكه في الصفاقس ولا بطوله حتى جد ووليد سليمان، كل بطوله في لحظتها النادي الاهلي عايشنا الاجواء دي. خلاص بقينا متعودين ان هو لازم يعيشنا الصعب عشان ايه نحس بالمتعه. لو النادي الاهلي كسب، يعني احنا مثلا بطوله العشره بتاعت كايزر تشيفز دايما ما بنديهاش حقها لان احنا حسينا ان النادي الاهلي كسب بسهوله برضو شويه. لكن اعتقد هو مفيش حاجه سهله، يعني طبعا عشان توصل للقب احساس نسبيا ممكن تبقى اسهل من البطولات الثانيه، لكن هي بالتاكيد برضو طبعا اللعيبه بذلت فيها نفس المجهود ونفس التركيز، ويعني ومفيش شيء، مفيش نجاح ممكن يتحقق وانت قاعد مكانك، كله لازم يبقى فيه المنظومه كامله، كتيبه شغل، كله على اعلى مستوى، كل واحد عارف دوره، كل واحد محدد اهدافه. يمكن تكون اسهل نسبيا من البطولات دي، لكن هي بالتاكيد برضو جت بعد معاناة ومشقة. مشجعي الانديه الثانيه بقى لما يسمعونا بنتكلم كده يقول لك يا رب مشاكل من النوع دي، دول قاعدين قاعدين حيرانين انهي بطوله كانت احلى، فرحتها احلى واحساسها احلى. فالحمد لله رب العالمين هو ده النادي الاهلي. ويمكن ويمكن زي ما انتم قلتوا الدراما اللي حصلت في الموسم ده مديها طعم كبير للفوز. الوداد طرف النهائي برضو مدي طعم كبير للفوز بعد أكيد. اللي حصل يعني يمكن ما كانش يبقى في نفس الفرحه دي لو ما كناش مرينا بالسيناريو ده السنه اللي فاتت وكان الوداد معانا في الموسم. انا فاكر لك كلمه كويسه جدا في احد الحلقات في وسط الموسم، قلت احنا لو قابلنا صن داونز في النهائي هيبقى دافع وحافز كبير جدا، ولو قابلنا الوداد في النهائي هيبقى دافع ايضا وحافز وليه طعم لانك بتنتصر على الفريق اللي اخذ منك البطوله الموسم الماضي. ففعلا صحيح. دي كانت ليها دوافعها ودي كانت ليها دوافعها، وبعد وصول الوداد للنهائي اصبح الدوافع عندنا كلنا اكتر، لان مهما كان خساره مباراه غير خساره لقب. صحيح، بنت في تصريحات اللعيبه حتى بعد الفوز وبعد بالظبط الشناوي والسوليه كلهم عبروا عن كده. طب خلينا اكلمكم على المكاسب بقى، يعني طبعا المكاسب الماليه دي واحده من الملفات المهمه والمطروحه اللي بيتهيألي كمان هتساعد بشكل كبير جدا في واحد تقليل فاتوره. خدوا بالكم نشاط الاهلي، انت بتتكلم السنه دي مثلا على انه النادي الاهلي مطلع 3 فرق كاس عالم، مطلع فرق هاندبول، مطلع فرقه باسكت بول، مطلع فرقه كره قدم، الثلاثه هيشاركوا في كاس العالم. فاتوره التكلفه الموسم وتكلفه التكوين الفرق دي وتكلفه تخطيط مصاريفهم بادجت كبيره جدا. انا عارف طبعا الناس عينيها على الميركاتو، لكن خلينا نتكلم الاول على المكاسب عموما اللي حقق النادي الاهلي، او اهم المكاسب، لانه مكاسب كتير قوي عشان ما ناخدش الحلقه كلها، عندي حاجات تانية. اهم المكاسب اللي حققها الاهلي من تتويجه باللقب رقم 11 يا احمد. طبعا اول مكسب عايز اقول ان النادي الاهلي يبقى موجود في كاس العالم للانديه، ده مكسب مهم جدا، واعتقد كاس العالم للانديه الموسم القادم ده هيبقى مختلف جدا، فيعني وجود النادي الاهلي فيه حدث مهم جدا. النادي الاهلي عودنا طبعا هو موجود في كاس العالم للانديه دايما. المكسب الثاني اعتقد ان مستر كولر كان لازم المجهود الكبير اللي هو عمله من بدايه الموسم كان لازم يتوج ببطوله افريقيا بصراحه. يعني الواحد كان هيتضايق جدا لو كان المجهود الكبير ده كان لا قدر الله يحصل العكس. فده من ضمن المكاسب ان مستر كولر بصراحه مقدم موسم كبير جدا مع النادي الاهلي، واعتقد ان هو انا من وجهه نظري كنت معاك في حلقه قبل كده قلت لك ان كولر ممكن امكانياته ممكن يوصل لان هو يحقق 7
بطولات مع النادي الاهلي الموسم ده ان شاء الله، واعتقد ان هم هيتحققوا، وكنت مراهن عليه في مباراه العوده لان هو مدرب كبير وذكي وبيقدر يدير المباريات كل مباراه لوحدها. المكسب بتاعه طبعا ان احنا كسبنا لعيبه كتيره جدا، يعني بدات خلاص زي مروان عطيه شايف ان هو بقى اضافه كبيره جدا في النادي الاهلي، من ضمن المكاسب المهمه جدا طبعا محمود كهربا شايف ان هو بقى هداف دوري ابطال افريقيا، دي برده مهمه جدا. كسبنا مصطفى شوبير حارس واعد، يعني الظروف حطته ان هو يلعب مباراه الذهاب اثبت ان هو حارس كبير. كل دي مكاسب وكل دي اجواء حصلت خلال بطوله افريقيا طبعا كانت من ضمنها تخلق عندنا دوافع، تخلق عندنا لعيب بمواصفات مصطفى شوبير يبقى قادر على حمايه عرين النادي الاهلي السنوات القادمه كلها. كل دي اعتقد ان هي مكاسب كانت مهمه جدا وكبيره. يعني ماتش الوداد الثاني شفته ازاي يا بلال؟ يعني يمكن طبعا في البدايه احنا كلنا رايحين ايدينا على قلبنا ان احنا يتلقى مرماق هدف يحبط شويه. انت منزل فيديو كول مع منعم بعد الماتش؟ بعد الماتش على طول لان احنا جماعتنا قبل المباراه على طول بساعات قليله مكالمه، الحمد لله رب العالمين. يعني دايما في الماتشات الكبيره بنتكلم قبل اللقاءات المهمه بالذات، وانا قلت له ما قلتلوش انت هتجيب جون، عشان انا قلت له بس حاول تنسق مع معلول. انا ما بنتكلمش في فنيات كتير بالمناسبه، ولكن قلت له حاول تظبط مع معلول واحده من الركنيات اللي انتوا بتلعبوها ومميزين فيها، انتوا في بينكم كيمياء. قال لي ادعي لي بس يا رب ادعي لي، وقال لي ادعي لي كتير يعني. فهو كان وقال لي ان شاء الله هنرجع بالبطوله، والله من كلامه من اول يوم ان شاء الله هنرجع بالبطوله. فالحمد لله رب العالمين. كانت المباراه سيناريو اللقاء في البدايه هدف بيتلقى مرماك هدف مبكر، الوداد بيلعب عليك ضغط متقدم مش مخليك عارف تطلع. كل الحاجات اللي تفتكر قبل الحلقه دي احنا انت كنت معايا السبت حصل سيناريو بالهدف على فكره اللي احنا من دور المجموعات احنا قلنا احنا لما بنصعد تاني طريقنا لللقب معروف. لا بس مشينا. يعني طبعا احنا مشينا البطوله وعشناها لحظه بلحظه الحمد لله، لكن قرايتنا لمباراه الوداد في قبل المباراه بيوم هنا كل الكلام اللي قلناه والعرضيات ويحيى عطيه الله هو اللي كان فاندنبروك بياخده مننا من الاستوديو يروح يشتغلوا مع اللعيبه في اوضه اللبس بالظبط. فالسيناريو مشي خدم الوداد في البدايه طبعا، هدف خلاص ضمن لهم اللقب حسابيا طبعا. هم بداوا يتعاملوا على هذا الاساس، تضييع الوقت. انا بفرح على فكره برضو المشاحنات يعني طبعا باخد الهدف شك، بس بفرح انه جاي بدري. طبعا يعني تفرق معايا كتير جدا لما يفضل الماتش مقفول والاقي نفسي بستقبل في اخر 10 دقائق، بيبقى فرصه التعويض صعبه جدا. غير لما لا قدر الله خلاص كسر بقى، يعني خلاص الحسابات بقت في منتهى الوضوح وبقيت محتاج تلعب جيم بالظبط. وكمان احنا وعندك وقت والمدير الفني كمان كان عنده وقت، وهنا لازم نشيد بمارسيل كولر وتدخلاته الفنيه. يمكن احنا عاب عليه البعض تاخير التغييرات في مباراه الذهاب، ولكن كولر حسنا ما فعل في مباراه الاياب وتدخل سريعا وغير تقريبا وسط ملعب النادي الاهلي بالكامل. لان انت ما بتتحكم في وسط الملعب او الفريق اللي بيستحوذ على وسط الملعب تقريبا بيستحوذ على كل شيء في المباراه. دفع بمحمد مجدي قفشه وعمرو السوليه اثنين لعيبه كبار، لعيبه عندها خبرات، ورجع اليو ديانج للمركز رقم 6، واخرج في مفاجاه يمكن الناس تفاجئت من اخراج مروان عطيه وحمدي فتحي وحسين الشحات اللي بالمناسبه ايضا بنقول ان هي واحده من افضل بطولات حسين. ولكن انا بحيي مارسيل كولر على تغيير حسين في المباراه دي تحديدا، لان حسين كان واضح ان هو اتشد وخرج بره اجواء اللقاء طبعا العصبيه والاجواء اللي كانت موجوده عليها. فقرار جريء جدا جدا كان هيحاسب عليه كولر بالمناسبه، وهو ما هموش ان هو يطلع البعض ينتقد فيه بعد كده لا قدر الله لو النتيجه ما خدمتهوش. هو بص لمصلحته فيما تبقى من عمر المباراه بالظبط. دفع باحمد عبد القادر بيتهيألي مدير فني هنا ما بيبقاش بيبص لاي حسابات. بالظبط. يعني مفيش مدير فني هيبقى في اعتباره الناس هتقول ايه والاعلام هيقول ايه والجمهور هيقول ايه والاداره هتقول لي ايه. الحسابات دي بره، يعني في مباراه زي دي وفي بطوله زي دي في توقيت زي ده في المباراه انا ملك قراري الاول والاخير. ولانه هو شجاع وعادل كره القدم، وربنا سبحانه وتعالى كافئه وانصفه بسيناريو اللي حصل سيناريو ولا افضل. انت بمجرد التغييرات رجعت مره ثانيه الاستحواذ ورجعت مره ثانيه السيطره وضغطت وحاولت لحد ما احرزت الهدف، وكان ممكن نزيد الغله بالمناسبه في مناسبه او اثنين كمان في كرات انفرادات قدر النادي الاهلي يوجدها. فده السيناريو. انا لو في الملعب في الوقت ده كنا رجعنا كسبانين. وش دي حقيقه. بس خليني اقول لك حاجه، في ناس بتلوم على كولر في اوقات كتير جدا انه بيغير متاخر وما تعرفش، او يعني طبعا انا ما بدافعش عن مستر كولر، بس هي برضو واحده من المدارس تقول لك انه هي مش بس قرار التغيير امتى او هو المهم، قرار التغيير مهم والاهم منه توقيت التغيير، لانه في وقت من الاوقات انت ممكن تراهن على انه التغييرات دي لما تحصل ما تجيبش منها الاثر المتوقع او المنتظر. بالظبط. يمكن مستر كولر بيأخر شويه بيراهن على انه الحمل البدني على الفريق المنافس يزيد شويه فما يبقوش في كامل لياقتهم، فلما يعمل التغييره بتاعته في لاعب او اثنين او ثلاثه يقدروا
يحدثوا الفارق، يستغلوا الفوارق البدنيه اللي موجوده في التوقيت ده ويحدثوا الفارق. وارد جدا نفس التغييرات دي لو اتعملت 10 دقائق قبل او ربع ساعه قبل ما تجيبش نفس النتيجه او ما تجيبش المنتظر. بعدين احنا شفنا جوارديولا في مباراه ريال مدريد لم يجري اي تغيير واستمر بال11 لنهايه اللقاء. هي بالمناسبه تبقى تتوقف على سياسه او فكر المدير الفني ورؤيته لحاله اللاعبين في الملعب. الحاله على فكره مش لازم تكون حاله فرديه بس، ممكن كلمتني بعد ماتش الانتر، كلمتك لا انا كلمتك تاني يوم قلت لك احنا تاني يوم بعد ماتش الاهلي على طول اول ما الحكم صفر وقلت لك احنا في الحلقه قلنا السيتي هيتوج السبت والاهلي هيتوج الحد وهيتقابلوا في كاس العالم للانديه. صحيح. فالحمد لله رب العالمين يا رب بس القرعه، يعني انا لسه كنت بكلم النهارده في كاس العالم، انا نفسي القرعه في مره فاينل تنصفنا. يعني نفسي بجد، لانه اي حد هيجي في وش السيتي هيبقى صعب جدا. لا والنهائي بيبقى ليه حسابات تانية. لا بص، يعني انا هدفي اوصل النهائي، بعد كده لما نبقى نوصل النهائي نبقى نشوف هنعمل ايه. لكن نلعب ماتش نهائي ونضمن ميداليه ذهب او فضه، انا بيتهيألي ده يبقى انجاز. انت مش عايز بطل اوروبا في طريقك للفاينل؟ انا مش عايز بطل اوروبا في طريقي للفاينل. مش عايز بطل اوروبا في طريقي. يعني شايف امكانيه وصول النادي الاهلي للفاينل، او خليني اقولها بشكل تاني، امكانيه وصول اي فريق من الفرق اللي هتشارك في البطوله للفاينل تشترط عدم مواجهته للسيتي في مباريات قبل مباراه النهائي. بالظبط، فروقات كبيره جدا طبعا بين السيتي ده، في فروقات بين السيتي وبين عمالقه اوروبا. بالظبط، يعني بين السيتي وبين البايرن، بين السيتي وبين الريال، بين السيتي احنا بقى عايزين نقول لجوارديولا احنا غير العالم الثانيه دي خالص ان شاء الله. لا طبعا، لو ماتش اهلي وسيتي بصرف النظر عن جاي فين، ده في حد ذاته هيبقى ماتش للتاريخ. احنا اتمتعنا بمباراه ريال مدريد وكنا طبعاً ند لريال مدريد لحد الدقيقه 88. فالحمد لله النادي الاهلي، بالمناسبه النادي الاهلي الكل بيعمل له حسابه، والنادي الاهلي اصبح بعد مشاركته المتتاليه في كاس العالم للانديه احد الانديه اللي العالم كله عارف قدرها وعارف احنا تاريخها. احنا اكتر نادي لعب ماتشات في كاس العالم. المشكله ان اوكلاند اللي في لا اوكلاند اكتر مشاركه. لكن اوكلاند دايما بيخرج عدد مباريات بدري. اوكلاند بيوصل عدد وبيغادر بس. يعني اوكلاند بيوصل يشارك انا بفتح اشوف الفرق ليه لقيته وصلوا حجزوا قبلينا برضه. لا اوكلاند طبعا مستوى المنافسه عندهم يمكن مختلف شويه عن بقيه قارات العالم، وبالتالي طبعا هو موجود على طول، لكن بصرف النظر عن عدد مرات التاهل، لكن انت لما بتشارك انت واخد بالظبط ثلاثه برونز وواصل مربع ذهبي اكتر من مره. فطبعا لا احنا كمان الفوز هيودينا سوبر افريقي. الناس من النهارده بتتكلم على السوبر ليج وعلى كاس العالم للانديه، شايفين التحضير وطبعا في عندنا بطولات ثانيه يعني سوبر عندنا افريقي كمان. عندنا سوبر افريقي بعد اتحاد العاصمه في اغسطس، عندنا الرياض. بطوله دوري وكاس لازم ان شاء الله. الرياض ولا جده؟ سمعت انه جده لسه مش عارف، هو على حد قال لي ان هو في الرياض ممكن يكون في جده. يعني خلينا نتفق انه في السعوديه، السعوديه ان شاء الله. لكن عندنا بطولات ثانيه، لكن شايفين بقيه مشوار الاهلي في الموسم ازاي؟ يعني انا اللي انا عرفته ان مارسيل كولر مصمم على الفوز بكاس مصر استكمال مشوار كاس مصر. طبعا هتبدا بمواجهه منتخب السويس. هو مصمم على الفوز باللقب، مش هيفرط، مش هيتهاون، هيلعب بالتشكيل الاساسي. ما بقتش دلوقتي حسبه القاب بطولات، بقت حسبه انك تعمل تارجت. موسم تاريخي تارجت. يعني هو يعني تارجت حافز، مش انا اكسب الكاس، لا لا، الحافز ان انا اكسب كل الالقاب. بالظبط، هي كمان هو كل احنا اتكلمنا قبل كده ان انت كل ما بتكسب لقب كل ما فرصتك لتحقيق الرقم القياسي الغير مسبوق بقت اقرب، وبقت فرصه تحقيقها اقرب. فانت دلوقتي الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمك بثلاث بطولات محليه وبطوله افريقيه، البطوله المحليه الرابعه على الابواب، بطوله الدوري ان شاء الله اربع مباريات وتحسم لقب الدوري، هيبقى عندك لقب كاس مصر هتاخده. انت اصبحت فائز بست بطولات، وبعد كده السوبر ليج ربنا يكرمنا ان شاء الله ونفوز فيها سبع بطولات اظن محدش حققه، وهو ده النادي الاهلي. انت اللي حتى احنا شفنا تصريحات اللعيبه بيقول لك احنا هنحتفل يومين ثلاثه وبعد كده نبدا الشغل عشان هتدخل في تحديات ومباريات وبطولات ثانيه. خليني اتكلم على التحديات، لانه في ناس شايفه ان البطولات المحليه يعني بعد المستوى، انا مش عايز الحته او مش عايز الجمهور يروح للحته دي، ومهمه جدا انبه ليها. في ناس شايفه انه البطولات المحليه اللي حقق دوري الابطال واللي خد كاس مصر واللي خد اتنين سوبر من الزمالك وبيراميدز، البطولات المحليه مش تحدي بالنسبه له، فنريح الفرقه، نجرب عناصر ثانيه، نريح العناصر الاساسيه عشان نروح بقى بعد كده لكاس سوبر افريقيا ومن بعده سوبر ليج ومن بعده كاس عالم فايقين. شايف وجهه النظر دي يعني ليها منطق ولا لا؟ يعني ولا البطولات لم تحسم كده يعني
لا اعتقد برضو احمد ان البطولات النادي الاهلي كلها اي بطوله بيدخلها حتى بما فيهم كاس العالم للانديه بيدخل بيبقى شايف غير الميداليه الذهبيه. اعتقد النادي الاهلي عود جماهيره على كده، واعتقد ان احنا النادي الاهلي اخذ بطوله افريقيا وما خدش الدوري جماهيره كانت زعلانه جدا، فاحنا كل بطوله طبعا لا النادي الاهلي بيدخلها جماهيره عودها على البطولات، كل بطوله ليها مذاق مختلف. اعتقد ان بطوله الدوري طبعا النادي الاهلي اقرب للحصول على بطوله الدوري، لكن اعتقد ان برضه النادي الاهلي الجماهير ما بتشبعش من البطولات رغم الاحتفالات الكبيره جدا اللي احنا فيها الايام دي، لكن اعتقد زي ما بلال قال برضه ان احنا في راحه يعني بعد الراحه ديت، اعتقد ان مستر كولر هيرجع اللعيبه تاني وهيركزوا في بطوله الدوري عشان يحسموها تماما. نفس الكلام في بطوله الكاس، هيدخل بطوله الكاس ان هو يحسمها. اعتقد ان هو هيبقى كل بطوله خلاص كولر بقى زي ما بقول كده واخد من شخصيه النادي الاهلي، انا شايف ان هو شخصيه النادي الاهلي بقت بالظبط مع كولر. ما عنديش شك في الرغبه في الفوز بالالقاب والبطولات، يعني حتى لو ما كناش فوزنا ببطولات قبل كده اكيد طبعا الاهلي هيلعب على كل بطوله وكل لقب هو داخله، لكن الفكره انه يعني تتأمن فكره ان اللعيبه تريح مثلا. يعني لا، وكمان فكره انه ممكن تشوف لعيبه كتير بتاخد فرص بقى بشكل اساسي زي قندوسي، زي كريستو، زي برونو سافيو، حتى لو كان مكمل او مش مكمل. رأفت خليل اللي شارك بالمناسبه واحرز هدف في مباراه رأفت خليل، شوبير، كوكا، يعني اللعيبه دي برضو ولا الكلام ده ممكن يبقى بدري شويه؟ اعتقد ان هو الكلام ده هيبقى بدري شويه مع مستر كولر، ما افتكرش ان الكلام ده ممكن يعمله، ان هو ليه طريقه وليه اعتقد مدرسه معينه، حتى تبان في فكره التغييرات دي مدارس، يعني فكره ان التغيير بيتاخر لوقت معين ممكن يبقى ليه رؤيه مختلفه، وهو شايف ان في لعيبه في الملعب افضل من لعيبه مثلا ممكن تكون موجوده، او في توقيت معين هو بيبقى رسمه ان هو هينزل فيه التغييرات. على فكره كولر اغلب مباراته كان بيغير في الدقيقه 70، المباراه اللي فاتت فعلا هو غير بدري جدا، وده يبين ان هو لا هو مش موضوع تغيير متاخر او تغيير بدري، هو بيبقى شايف المباراه او بناء على السيناريو اللي هو رسمه بينزل التغيير في الوقت اللي هو بيبقى شايفه افضل ليه وافضل للفرقه. صحيح. وزي ما انت قلت يا احمد ان هو برده في حته التغييرات هو بيبقى من الوقت دوت وعايز يكسب، العاطفه مش موجوده، مفيش مجال للعاطفه، ان هو عايز يكسب ده نهائي افريقيا وعايز يكسب البطوله. معلم يعني نزل تقريبا تويتر قال لك انا من اول ما جيت كتبت في ورقه ان انا احقق بطوله افريقيا وحصل، يعني هو اول ما جه كتب ورقه وشالها في الدرج قال لك انا كتبت كده وده اتحقق بالنسبه له. انا يعني كنت شايف انه طبعا موسم ناجح جدا بصرف النظر، والكلام ده قلته قبل حتى التتويج باللقب، قلت انه كولر كتب تعاقد طويل يعني مضمون مع جماهير النادي الاهلي، نتمنى انه النتائج تخدمه، عشان الرهان الحقيقه انه كولر ممكن يكون صاحب تجربه ومشروع زي اسماء كتير جدا نجحت مع النادي الاهلي. مبروك كاس افريقيا، هتشبركولي بقى على يعني انا جمعت البطولتين، مبروك بقى انا مسيطر على قارتين من ثلاثه، انا لو بشجع فريق في اسيا كان زماني واخد العالم القديم كله. وراور ريدز بقى الياباني وتبقى انت كده ماليش فيهم بقى الصيني والياباني دول بعيد قوي عليا بصراحه مش قادر اتابع. هو بيقول لك الفرق السعوديه عماله تصرف وانفاقات كبيره جدا وفي الاخر وراور ريدز يروح ياخد دوري ابطال اسيا برضه. كان لسه معايا داركو نوفيتش مدير فني لفاقس طيف واتحاد منستيري السنه دي، فكنت هو كان اشتغل في اهلي في اتحاد جده قبل كده، كنت بساله بما ان اتحاد جده يعني هيقابلنا ان شاء الله في احتماليه ان احنا نواجه بعض في كاس العالم للانديه، فكنت بساله يعني الصفقات دي شايف انها بروباجندا وتلميع للدوري السعودي، تسويق للانديه السعوديه، ولا هيكون ليها مردود فني يعني؟ فقال لي لا طبعا يعني اغلبها، ما احنا شفنا رونالدو وما قدرش حتى يحقق لقب على مستوى الدوري السعودي، فالقصه قصه تلميع وتسويق اكتر منها يعني اضافه فنيه وكريم بنزيما وانجولو كانتي بالتاكيد مع اتحاد جده مش هيكونوا زي ما كانوا مع الريال وتشيلسي. هي الفكره كلها او التحدي الاكبر اللي انا شايفه في التجربه السعوديه ان هي ما تكونش نسخه من التجربه الصينيه مثلا او نسخه من تجربه امريكا مثلا، لان موضوع انتداب النجوم وهي في ختام حياتها الكرويه حصل قبل كده في دوريات كتير، شفنا جيمس رودريجيز مش بالارقام دي. ما هي الشاهد هنا الموضوع ان راضي ان الارقام كبيره جدا، يعني الارقام دي ممكن برضو في اوقات تانية كتير تبص لاستخدامها، كيفيه استخدامها في انك تجيب مواهب ونجوم بجد، انت ممكن برقم واحد منهم او برقم بنزيما تجيب اربع خمس لعيبه سوبر السوبر يعملوا اضافه بجد ونقله. هو ده توجه عام، توجه في موضوع انا فاهم طبعا الاستثمار في السعوديه، هم رايحين شايفين ان هم يروحوا الحته دي، لدرجه ان الناس كتير قوي شايفه ان الدوري السعودي الموسم القادم هيحظى بمشاهدات غير مسبوقه. لان انت اصبحت في كل فريق نجم واصبحت في كل فريق سوبر ستار، يعني لما تلاقي بنزيما في الاتحاد ورونالدو في النصر، لسه الهلال بعد موضوع ميسي فشل. فالناس هناك بتلوم اداره
الهلال ان هم فشلوا في التعاقد مع ميسي. يعني شوف الطموحات هناك راحت. خد بالك في مقارنات برضو يعني لما طبعا غيره بين النصر والاتحاد بنفسه الهلال، يعني برضو فرق كبيره. فلما النصر يجيب رونالدو والاتحاد يجيب بنزيما يبقى اشمعنى احنا؟ بالظبط. فانا اعتقد ده التحدي الاكبر. طبعا احنا بنبارك لك على الفوز بدوري ابطال اوروبا. لو هنروح لدوري ابطال اوروبا انا فرحان للسيتي طبعا، بس فرحان كمان جدا لجوارديولا. يعني جوارديولا الحقيقه كان في حاجه لاثبات انه قادر على انه 12 سنه يفوز بتعنده. هو جوارديولا احنا اتكلمنا هنا برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها خلال تحليلنا لمسيره جوارديولا هذا الموسم، ان جوارديولا الموسم ده مختلف، ان هو واقعي جدا، واقعي وما بيعملش الافكار اللي كان بيعملها قبل كده واللي ادت لخسارته. بالمناسبه القاب كانت قريبه جدا منه. جوارديولا لاول مره بيطبق في نهائي اكبر مسابقه قاريه دوري ابطال اوروبا، بيطبق فكره النهائيات تكسب ولا تلعب. احنا شفنا الانتر عامل مباراه كبيره جدا لم يتوقعها اغلب المتفائلين، سيموني انزاجي اللي بالمناسبه بنحييه جدا 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 على الاداء والمردود الكبير وتحضيره ومذاكرته لمانشستر سيتي في لحظه من اللحظات كنا مستنيين الانتر. خليني بمناسبه كلامنا عن جوارديولا كده، تعالوا نشوف معاكم معدل انفاق الانديه الانجليزيه منذ وصول بيب جوارديولا للدوري الانجليزي للبريمير ليج. نشوف الانديه الانجليزيه انفقت ايه. هو لازم بعد الصوره دي اصلا ناخد لا قد تتخيل انه السيتي هو الاكثر انفاقا، بس طبعا مانشستر يونايتد 904 مليون يورو في المركز الاول، 806 تشيلسي، 667 مليون يورو المان سيتي، 638 اعتقد الارسنال، 472 توتنهام. توتنهام حتى ميزانيته او رقم انفاقه كبير جدا. اللي بالنسبه لي مفاجاه ليفر في المركز الاخير، يعني عندك استون فيلا، عندك نيوكاسل، عندك وولفرهامبتون، عندك ويست هام يونايتد، كلهم اعلى من ليفربول. ورغم كده ليفربول محقق تشامبيونز ليج ومحقق بريمير ليج ودايما في الصوره ودايما في يعني متواجد. داخل في المنافسه، سيبك من السيزون الاخراني ده، بس قبل كده دايما متواجد. لكن لما يكون عندي اليونايتد 904 والولفز كمان لا الولفز اعلى من ليفربول. بقول لك الولفز رغم انها ما بتحققش حاجه خالص بالظبط كده، ومانشستر يونايتد اللي في المركز الاول 904 ده داخل على المليار. لا وستهام شوف المبلغ قليل جدا بس حققوا بطوله بالظبط كده في مقارنه في 904 مليون يورو مانشستر يونايتد، 310 مليون يورو ليفربول. لا طبعا ليفربول. وهنا عشان نعرف بس الارقام دي ليها دلاله احمد، انه هي قصه مش قصه فلوس، ووارد جدا فلوس تبقى موجوده معاك، لكن الاهم هتعمل بيها ايه. وارد جدا تجيب صفقه ب ب ب حتى على سبيل المثال في الدوري في مصر هنا تجيب صفقه ب 10 مليون دولار لكن مردودها الفني ما يكونش حاجه، وصفقه ثانيه ب 500 الف ولا بمليون حتى تلاقيها عملت بوم. لا وهو ده يبين ان مش اي لاعب مميز يظهر انت تجيبه، يعني اعتقد ان الكلام ده حصل مع تشيلسي السنه دي، ان هو جاب صفقات كبيره جدا، واعتقد يعني ما شفناش اي مردود للصفقات دي خالص. لكن السيتي اهم ميزه فيه فعلا ان هو دايما جوارديولا دي برضه بتحسب له، ان هو بيجيب اللعيبه اللي هو دايما محتاجها وتقدر تخدم طريقه لعبه. صحيح. وتبقى دايما اضافه ليه، وده بنشوفه دايما في جميع صفقاته، حتى تلاقيه برضه بيستغنى عن اللعيبه. انت عارف هو ناقص له مين؟ في الفرقه؟ في السكواد دي، يعني الميركاتو اللي جاي ده لو جاب الفونسو ديفيز و انت كده عايز تحتل العالم. وجاب انتوني، واحب انا جواو فيليكس. انتوني مانشستر يونايتد؟ طبعا عشان يعني صعبة. مانشستر صعب جدا. بس انتوني بالنسبه لي صعبة. يعني عقليه بحسها عقليه. الكلام ده لو محرز مشي فعلا في حته ثانيه في السيتي مع البيب، يعني كله تحت السيطره. هو قادر يعني بيشوف وبيقدر يطور وبيقدر يعني انت كنت متوقع هالاند يعمل اللي عمله ده في الدوري الانجليزي السنه دي؟ بس خليني بقى، انا كسبت الرهان بيني وبينك. انا قلت لك انتر هيوقف هالاند وقلت لي يوقف مين. خلي بالك احنا عايزين برضو نقول من ضمن الحاجات اللي لازم نحيي عليها سيموني انزاجي جدا جدا، هي تكسب ولا تلعب. تكسب ولا ماشي. اسوأ مباراه للسيتي تقريبا الموسم في ده. الموسم ده اعتقد ان دي مباراه انا يعني اول مره اشوفها. بس خدوا البطوله دي. يعني الانتر الصراحه عندك كده كمان فوز السيتي خلى رابح ماجر مع بورتو البرتغالي في اعتقد الثمانينات قبل ورياض محرز الاثنين محقين دوري ابطال اوروبا. ودي بقى من دواعي فخرنا بمحمد صلاح. طبعا مع احترامنا الكامل لرياض محرز، ولكن محمد صلاح لما بيحصل على لقب
ده بيجيب اللقب. فرياض محرز حصل تأثيره في دوري أبطال أوروبا السنة دي زيرو. عايزين بس نشيد بنقطة بقى تشيربي مدافع إنتر ميلان اللي أوقف تماما وقضى على خطورة هالاند. أنت عارف قصة أتشيربي أصلا، كان هو أصيب باتنين سرطان في 2013 وفي 2014 وقدر يتغلب على السرطان، وبعد ما كان اتجه ل يعني للاعتزال رجع مرة تانية وضمه الإنتر الموسم ده وعامل واحد من أفضل المواسم. كان هو بالمناسبة فاز مع إيطاليا يورو 2020 وكان احد المتواجدين مع ايطاليا. فاحنا التجارب دي بتبقى ملهمه قوي ان يكون لاعب حارب السرطان مره، مش مره واحده، مرتين، وقدر يرجع ويقف على رجله. طبعًا. فتجربه ليها سيموني طبعًا. سيموني انزاجي راهن عليه وهو كافئه في المباراه النهائيه، ما حدش شاف هالاند خالص. ايه رايك في الميركاتو اللي احنا عملناه؟ وبالمناسبه طبعا لازم اهنيكم على جود بيلينغهام كده، رسمي صح؟ رسمي رسمي في 19 سنة. خليه ينفعكم. لا طبعا واحد انا من سنتين فاتوا قلت استنوا لاعب اسمه جود بيلينغهام. كنت معاك في كاس العالم، كنت معاك في كاس العالم انت قلت استنوا جود بيلينغهام في سنتين جايين هيبقى واحد من اهم نجوم اوروبا. وقد كان الحقيقه. بمناسبه يعني قبل ما نتكلم عن الميركاتو، عايز بس عن جوارديولا يعني بصراحه، عشان جوارديولا انا لازم يعني طبعا هو كل موسم بيقدم طبعا في دوري ابطال اوروبا بيقدم موسم مميز جدا، لكن هو عمل في اخر ماتشين مع الريال ومع الانتر يعني حركتين اثبت ان هو مدرب عبقري. يعني دي يعني حركه بتاعت الريال بتاعت ستونز في نص الملعب دي خلت ريال مدريد انشيلوتي واقف على الخط هو بيتفرج. هو واقف بيتفرج فعلا. لا ده بيبعت لك جوسه. لا هو عبقري فعلا ان هو يعمل الملعب. ماتش الثاني الانتر ده باين المدرب اللي بيبقى مذاكر الخصم، هو عارف ان الانتر اصلا ما عندهمش امكانياتهم كلها في نص الملعب، قوتهم كلها في نص الملعب، راح لعب من غير باكات. يعني تخيل هو لعب نهائي بيلعب بنهائي دوري ابطال اوروبا من غير باك رايت ومن غير باك ليفت. فانت ازاي عبقري كده؟ يعني انت ازاي عملت كده في ان انت تقدر تبتكر كل مباراه طريقه مختلفه بافراد مختلفه؟ ولا وحاجه تانية انت ممكن تعمل كده، الجرأه بتاعته، هو جريء جدا ان هو في اي وقت بيعمل كده. وعشان كده قلت لك يوم ما خسر مباراه تشيلسي، لو هو كان نجح في ان هو يلعب المباراه دي من غير مهاجم ساعتها وكان نجح، كان العالم كله هيتكلم ويشيد بيه. هي بتبقى يعني بتبقى دايما لما بتعمل حاجه وبتبقى بتفتكر او بتبتكر طريقه جديده، لما بتخدمك الطريقه ديت الناس كلها بتتكلم انت عبقري. فده ما فيش خلاف ان طبعا جوارديولا مدرب عبقري. صحيح. مستنيينكم في كاس العالم يعني. خليني اقول لكم بجد والله احنا معانا عبقري برضه. احنا لما لا حقيقه انا في فتره من الفترات كده ربع النهائي ونص النهائي بتاع دوري الابطال حسيت ان كولر وصل مع الاهلي للمستوى اللي انا مستنيه بقالي اربع خمس مواسم. يعني حسيت ان كورت سيبك من النتائج، هو عامل نتائج كويسه جدا في جميع الاحوال، وما تقدرش تحاسب مدرب غير على النتائج بس. لكن انا بتكلم من يعني مكان جمهور فنية. انا قاعد مستني اشوف كوره ممتعه. انا بستنى اليوم اللي فيه ماتش الاهلي عشان استمتع. عندي 90 دقيقه هستمتع فيهم. فلما انت بجد تمتعني واحس ان انا شفت تابلو او مسرحيه حلوه استمتعت لمده 90 دقيقه بالعرض بصرف النظر عن النتيجه ايه، انا احيي كولر على ده. وخليني اقول لك مره تانية بمناسبه كاس العالم والسيتي، انا بقيت بفرح بكاس العالم. يعني جزء طبعا من فرحتي بالبطوله انها لقب غالي وصعب ومهم، لكن بقى فرحتي كمان انه انا هشوف الاهلي في كرنفال، في ابطال العالم، في الاهلي والسيتي في مباراه رسميه بصرف النظر عن النتيجه هتكون ايه وهنعمل ايه، لكن ده في حد ذاته برضو مكسب كبير قوي لجمهور نادي الاهلي وشرف كبير. يمكن قصدك على المعادله الصعبه الاداء والنتيجه. يعني في مدربين ممكن يبقى الاداء بالنسبه له مش احسن حاجه والنتائج ماشي كويس جدا. صحيح. والعكس ممكن تلاقيه بيقدم كره حلوه جدا حلوة بس النتائج مش، انما كولر عمل المعادله الصعبه. صحيح. اداء ونتائج. بمناسبه موضوع كاس العالم للانديه، احنا شفنا كلنا قبل مباراتنا مع ريال مدريد على كل منصات ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وانستغرام كله صور لعيبه النادي الاهلي، ريال مدريد يجري تدريباته استعدادا لملاقات النادي الاهلي. فده حاجه طبعا بتحطك في حته تانية. صحيح. نروح للميركاتو بقى سريعا احمد. يعني احنا اتكلمنا انه خلاص جود بيلينغهام رسمي في اهم الصفقات او الاسماء. طبعا دي تهنئه طبعا للنادي الاهلي من مانشستر سيتي، واحنا يمكن التهاني على النادي الاهلي توالت على مدار الايام اللي فاتت بما انه احنا في مواجهه يعني بين الانديه العالميه الكبيره، فالسيتي بيهني النادي الاهلي تهنئه. بس هم بيهنونا ولا بيخوفونا؟ ايه نراكم في المملكه السوداء؟ احنا ما بنخافش، احنا ممكن نروح من دلوقتي لو هم عايزين. هو يعني خليني اقول لك حاجه ودي عن ثقه، الغالبيه العظمى من جماهير النادي الاهلي لو حصل ان احنا هنقابل السيتي في المباراه هيبقى قاعده مستنيه الماتش وعندها احساس وعندها امل ان الاهلي هيكسب، وهيزعل غالبا الاهلي بيزعل لما بيخسر. يعني دي حاجه بتعكس مستوى من الثقه
رغم شوف بقى انا بكلمك على السيتي اللي هو بشهاده العالم كله افضل نادي على سطح الكره الارضيه، لكن جمهور الاهلي يوم ما يلعب مباراه رسميه مع السيتي هيبقى عنده احساس من قبل الماتش ما يبدا انه الاهلي ممكن يعملها، وده اللي وصلنا ليه تجارب كتير جدا عايشها لنا النادي الاهلي. النادي الاهلي زرع فينا احمد حته المكسب بس، اقسم بالله من صغرنا النادي الاهلي زرع في جمهوره المكسب، ايا كان بقى بتقابل السيتي بتقابل الريال. احنا شفنا طبعا الحزن لما خسرنا من الريال ومقدمين لغايه الدقيقه 88 مباراه كبيره جدا. انت خسرت من الريال كوره، يعني كرة. خسرت من الريال ماكس، لكن اللعيبه دي كسبت انها يعني لعبت مع ريال مدريد. انا عايز اقول لك على مفاجاه بمناسبه مباراه الاهلي وريال مدريد، ان مارسيل كولر اعاد النظر في ثلاث او اربع لاعبين بشكل كبير جدا بعد مباراه ريال مدريد، وده يدل لك ان هو تعامل مع مباراه ريال مدريد ان هو ند للند والخصم امام الخصم. مارسيل كولر لو تتفرج بعد مباراه ريال مدريد هتلاقي لعيبه بعدت عن التشكيل تماما ودخل مكانها لعيبه ثانيه، كان تقييمه كان مختلف للمباراه وتعامله مع المباراه ان هو الراجل كان داخل يكسب. احنا كان في الدقيقه 84 85 كنا هنتعادل، كنا نروح وقت اضافيه، فهو ده النادي الاهلي مش غريب، ما حدش استغرب. واللي لعب قدام الريال واللي لعب قدام بايرن طبيعي ما بقاش فيه نفس الهبه ونفس الرهبه لما بالزبط. يجي يلعب قدام السيتي يعني بالزبط. برضو تراكم الخبرات ان شاء الله يكون فارق معانا، وده بيتهيالي يعني كمان بيفيد الكره في مصر، فكره الاحتكاكات، لانه الكره في مصر على مستوى الالقاب والبطولات يمكن مش حاضره، لكن فكره احتكاك الاهلي مع المستويات دي اعتقد بيفيد الكره والمنتخب في النهايه. نتمنى له التوفيق النهارده. اخد منكم تعليق سريع على ماتش الاهلي مصر وغينيا النهارده ان شاء الله في امم افريقيا. احمد شايف المباراه ازاي وفرص مصر، خصوصا المباراه تعتبر مباراه غينيا والاثنين قريبين من صداره المجموعه؟ شايف ان هي مباراه مش سهله، لان فريق غينيا ده معلش انا اسف بيبلغوني دلوقتي انه خلاص ملف مصطفى محمد وقع بشكل نهائي مع فريق نونت الفرنسي، جدد يعني اللي كان معار ليه، تم تفعيل بند الشراء، تعاقد معاه تفعيل بند الشراء وتم التجديد معاه الموسم 2027. البلديه خلص الماتش، كان في بلديه وديكيرنس اعتقد والمنصوره وطنطا، وكان الثلاثه بيتنافسوا، طنطا ديكيرنس البلديه. المنافسه يا جماعه في الدوري تحت كل نار. كل المجموعات كله. بالمناسبه ضرب نار لغايه اللحظات الاخيره، يعني طنطا عندها فرصه، ديكيرنس بيلعب باليت محله، الاثنين عندهم فرصه. فانت بتتكلم لغايه اخر مباراه، واعتقد الاتحاد بقى معين هنا كابتن بنا، وهنا اعتقد الحنفي اعتقد اللي كان بيحكم البلديه وديكيرنس. فيعني في كرنفال حصل في الدوري تحت، لكن ببارك طبعا لبلديه المحله غياب 15 سنه مثلا. البلديه دي زمان نادي جماهيري كمان، شاركوا في افريقيا لو تفتكر. لا وطلعوا نجوم كتير جدا. حته لعيب فيهم احمد اسمه احمد فاروق طبعا اسمراني كده وقصير شويه، لعيب كوره من اللعيبه اللي تحب تتفرج عليهم. صحيح. واكرم عبد المجيد طلع من المحله، هو بس ملعبهم اللي كان يعني صعب شويه. كان ضيفك امبارح كابتن هاني العجيزي، تالق وكسر الدنيا في بلديه المحله. احمد نخله بتهيالي كان مقاولين ولا كان في الاول بلديه؟ لا مقاولين. متهيالي لحق لعب في البلديه. ليه كابتن ياسر رضوان وكابتن كان بلديه المحل. كابتن ياسر رضوان صحيح بلديه المحل. لا تاريخ ودرب المحله بقى، بس اهم حاجه الغزل يستنى. محمد عماره كان ايه؟ كان برضو يبقى بلديه المحل. بلديه على كابتن ياسر ريان كان منصوره. الاثنين طلعوا من البلديه. ياسر ريان منصوره، ياسر رضوان محله. ياسر رضوان طلعوا على المانيا الاثنين، بالظبط كده، ورجعوا من المانيا على النادي الاهلي. نختم بمنتخب مصر النهارده مره تانية، وكنت بسالك عن فرص مصر في ماتش غينيا النهارده، شايف ازاي يعني فرصه روي فيتوريا سريعا؟ يعني شايف ان روي فيتوريا ماشي على الطريق الصحيح طبعا، واخد اغلب السكواد اللي هو اللي طبعا محترفين باللعيبه حتى اللي موجوده في الدوري المصري، اعتقد ان هم كلهم بيمروا بفتره انتفاضه كبيره جدا وفتره انتعاش مميزه جدا. وشايف ان فريق غينيا فريق مش سهل تماما، عكس ما الناس بتشوف ان لا ليه غير سهل، ده تعبنا جدا هنا في فريق بالظبط كده متعب، والكره اتغيرت اصلا في افريقيا، بقى في كام من الفرق اللي بتلعب الكره على الارض. يا غينيا على فكره طول عمرها مش مصنفه، بس نشوف منتخب غينيا جدا عنده كوره كويسه جدا بالظبط. يعني غينيا اصلا غينيا ومصر 9 نقط، و9 نقط صراع كبير على الصداره، مواجهه محمد صلاح في مواجهه نبي كيتا. الاثنين هتبقى مباراه كبيره، وان شاء الله هو كده كده فيتوريا اصلا خد كل مبارياته من وقت تولي المسؤوليه، فاز بكل المباريات وديه ورسميه، فهتبقى مباراه. كسب بلجيكا راجل كسب بلجيكا فعلا، قدم مباراه كبيره. صحيح لا قدم بوادر تجربه، نتمنى انها تكون ناجحه مع مستر فيتوريا. مشواره يجبرك على احترامه وعلى دعمه، وتراهن عليه ان شاء الله، وتراهن على منتخب مصر، ونتمنى ليه التوفيق النهارده.
مش من فكره ضمان التاهل لامم افريقيا باذن الله متاهلين، لكن الاهم هو استمراريه المكسب واستمراريه عضو القائمة على المنتخب المصري. 26 بقى في كاس العالم ان شاء الله، 26 كاس عالم بقى ده ليها كلام كتير جدا باذن الله. بشكركم.